الآن نستعرض معا أهم ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في قطاع غزة المنكوب. المأساة التي يعيشها أهالي قطاع غزة من قتل ودمار وحصار إسرائيلي لا يمكن وصفها بكلمات أو مجرد مقاطع مصورة، لكن بالتأكيد الكثير منا في وطننا العربي يشعر بحجم تلك المعاناة ويرغب في مساندتهم بأي شكل. وعلى مدار الساعات الماضية تداول المستخدمون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لسيدة عراقية تبكي بشدة قبل تناولها وجبة الإفطار في شهر رمضان، وذلك بسبب شعورها بالأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها أهالي القطاع. لنشاهد. يا رب على الغزة هيموتوا من الجوع، شنو ذنب الأطفال؟ هيموتوا الجوع يا ربي. ونحن المائدة ما شاء الله كش فيها، بس هم حصلوا عليهم الخبز هاي وجيش ياكلوها مثل الأوادم. هيموتوا من الجوع يا ربي، حنن عليهم يا ربي، حنن عليهم يا ربي. الأغنياء اللي يتمكنون يساعدوهم يا ربي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا رب يا ربي بحق هاي الدقيقة شافي كل مريض وتنصر المظلوم، ويا ربي شبع الجوعان. يا الله يا الله تتقبل منا يا ربي، نحن صايمين يا ربي تقبل منا وتقبل دعانا يا ربي. كل شخص عنده أمية تحقق لأميته يا ربي، انت تعلم ايش قد يكون ناس عندهم أميات يا ربي حقق لهم، هي ان كان مريض وكان ما عنده بيت ويتمنى ان يعيش غني يخلص من الفقر والمديون وفي دينه. المقطع حصد عددا من التعليقات، لنتابع البعض منها. والبداية مع حامد حيث كتب: سيدة عظيمة بارك الله فيها وكان الله في عون أهالينا في غزة. بينما ياسين فقال: جميعنا قلوبنا انفطرت لما يحدث في قطاع غزة، ربنا ينصرهم. لا توجد كلمات تصف حجم المأساة التي حلت بأهل فلسطين، ففي جميع أنحاء غزة يشعر الكثيرون بألم أزمة الجوع المتفاقمة، حيث يعاني الأطفال من الهزال وسوء التغذية نتيجة التجويع المتعمد من قبل الاحتلال الإسرائيلي لأهالي غزة. ومع محدودية المساعدات التي تصل أصبح الكثيرون يائسين، حيث أنهم يبحثون عن الطعام أينما استطاعوا، فالأطفال والسيدات والرجال جميعهم في غزة معرضين للموت البطيء يومياً. لنشاهد. ولو بلاك الدنيا زنا من وجع بحرك يا روح الروم، وجعنا إحنا نسقط إن سقطت ولن تسقط، لا ولن نسقط ما دمنا، باقونا صباً كنهر الغيب. أطفال يضعون قبلة الوداع على جبين والدهم بعد أن استشهد بغارة إسرائيلية في قطاع غزة. هذا المشهد ليس بالجديد، فهو متكرر مع استمرار جرائم الاحتلال بحق المدنيين العزل في القطاع. فلنشاهد الفيديو. لم يكتفي الاحتلال الإسرائيلي من حرمان هؤلاء الأطفال من أحلامهم، بل هنالك تصميم على تيتيمهم. منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والقطاع الطبي من أكثر القطاعات المستهدفة من جانب قوات الاحتلال، وفي ساعة متأخرة من الليل ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمة جديدة بمداهمتها وهجومها على مجمع الشفاء الطبي من جديد، في عملية أدت إلى استشهاد عدد من الأشخاص واعتقال آخرين. وبعبارة
قد تكون هذه كلماتنا الأخيرة. وثق صحفي فلسطيني الأوضاع داخل مجمع الشفاء الطبي أثناء تعرضه للهجوم من جانب القوات الإسرائيلية. لنتابع الفيديو. يعني ربما يكون هذا الفيديو الأخير لي الآن. نحن الآن محاصرون داخل مجمع الشفاء الطبي. إطلاق نار كثيف علينا. قوات الاحتلال داهمت مجمع الشفاء الطبي ومحيط مجمع الشفاء الطبي بشكل مفاجئ وشكل مغير كما تستمعون الآن. الاشتباكات عنيفة جدا في محيط مجمع الشفاء الطبي، وعلى بوابة مجمع الشفاء الطبي نسمع أصوات وصزايا تتناثر في ساحة مجمع الشفاء الطبي. ربما يكون هذا الفيديو الأخير لنا، ولكن الله غالب على أمره، الله غالب على أمره، والله سوف ينصرنا إن شاء الله. نحن الآن محاصرون، دعوتكم لنا أن نخرج سالمين الآن من مجمع الشفاء الطبي. ربما يكون هذا الفيديو الأخير كما تسمعون صوت الاشتباكات. لا نعلم ماذا الذي يجري ولا ماذا الذي يحدث خارج مجمع الشفاء الطبي. لا يخفى على أحد أن الأطفال هم الأكثر تضرراً بشكل كبير من المجاعة في قطاع غزة بسبب سياسة الحصار والتجويع التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما ظهر في أكثر من قصة لأطفال عانوا بسبب نقص الغذاء والأدوية المناسبة. ولهذا السبب خرج صحفي فلسطيني يحذر من نقص حليب الأطفال في القطاع، ويناشد المؤسسات الدولية بالتدخل لحل تلك الأزمة في أسرع وقت، كما إنه عرض التنازل عن أمواله الشخصية من أجل إنقاذ الأطفال. لنتابع. طبعا في شمال قطاع غزة كتير أطفال مهددين بالموت نتيجة نقص الحليب الأطفال. حليب الأطفال عندنا يعني ناقص بكميات كبيرة جدا. أنا بدي أطرح عليكم فكرة، إذا كانت الفكرة هذا بترضيكم بدنا نعمل إشارة لليونيسف، إذا ما بترضيكم ما تنتقدنيش عادي، بأعدل عنها وبأتركها، لكن إحنا بحاجة لأن نقدم إشي ومهم جدا جدا للأطفال الرضع اللي بيعانوا من سوء تغذية. كتير أطفال حاليا بياخدوا بدائل عن الحليب زي اليانسون والكراوية، وهذه يعني ممكن إنها تهدد حياتهم بصورة كبيرة. أنا المبلغ اللي موجود عندي في الجو فاوند مي مستعد أنا أقدمه لليونيسيف، واليونيسيف تجيب فيه حليب أطفال بصورة عاجلة. وحتى الأموال اللي كانوا كاتبين إنه هذه لمحمد شاهين، وهي مبلغ كبير كمان أيضا، أنا متنازل عنه، متنازل عنه ومتنازل.